محمد حسن ليه قصه كده عشان يروح نادي الزمالك، وكان فيه اللي الناس ما تعرفوش صراع انه يرجع نادي الاهلي تاني وانه يروح الزمالك. عايز اخدك في الجزئيه دي بقى، انت كنت في وادي دجله، واخدك في جزئيه وادي دجله لوحدها، بس عايز اعرف بقى انت جالك الاهلي وجالك الزمالك والاثنين رسمي، ايه اللي حصل وليه اخترت الزمالك وليه رحت الزمالك؟ يعني الاهلي كان رسمي برضو بعد نهايه السيزون، كانت كلام كله عن طريق النادي وادي دجله، فجالي اوبشن ان انا اختار ما بين الاثنين. وساعتها الموضوع يا جماعه، الموضوع مش موضوع انت بتحب مين وما بتحبش مين، اللعيب عايز يروح مكان يظهر فيه امكانياته، يظهر فيه قدراته، المكان اللي يبقى فيه مرتاح فيه. انا ساعتها اخترت الزمالك لان انا شفت ان انا فرصتي ان انا اثبت قدراتي وان انا اشارك في الزمالك اقوى من ان انا في النادي الاهلي، فبالتالي بناء عليه اخترت الزمالك ومفيش اي حسابات تانية. رغم ان انت كنت من ناشئين الاهلي. بالظبط، انا بقول لك كل فتره ولها حساباتها، كل فتره ولها حساباتها. ممكن وارد لو في اي فتره من الفترات التانية لو جالك اهلي وزمالك تختار الاهلي، بس بتبقى ليها حسابات معينه. انت لحد وانت في مكتب رئيس الزمالك حصل ايه اللي حصل؟ رحت نادي الزمالك بعد ما خدت قرار ان انا رايح نادي الزمالك. رحت قابلت المستشار مرتضى منصور ودخلت ومضيت العقود. اول ما خرجت جه تليفون من النادي الاهلي. مين؟ وكيل، مش هقول اسماء. لا تقول من النادي الاهلي، سيبها. مش النادي الاهلي، انا عارف، بس حد مسؤول في النادي الاهلي لوكيل التعاقدات. لوكيلي خات محمد وتعالى دلوقتي النادي الاهلي. فساعتها قال له احنا مضينا خلاص في نادي الزمالك، وخلاص محمد مضى وخلص كل حاجه في نادي الزمالك وبتاع. بس